السلام عليكم أعزائي، أحببت أن أشارككم سبب واحد من أسباب التحاقي بالجامعة السويسرية المفتوحة. السبب هو بالرغم من صغر عمري الجامعة الأكاديمي، إلا أنك ستلاحظ باستمرار التزايد والتنوع في عدد شهادات الاعتراف والتميز الدولية الحاصلة عليها، مع الرغم أنه كان بالإمكان الاكتفاء باعتراف أو اعترافين دوليين، ولكن لا، الجامعة لم تفعل. وذلك إن دل فهو يدل على جودة نهم نوعية وكمية في شهادات الاعتراف، وذلك يزيد من ثقة الطالب ويزيده أيضا تميزا في حياته المستقبلية المهنية أو يحسن مكانه الوظيفي. وأنا أجزم أنه من الجيد الالتحاق بجامعة تعطي هذا الأمر المشرق لطلابها. وشكرا، أخوكم محمد تراوري.